ازيكم؟ النهاردة أنا جاي أتكلم معاكم عن أهم معماري في العالم دلوقتي، مش بس علشان عمل مشروع أو اتنين حلوين وخلاص، لأ، الراجل ده غير شكل العمارة في العالم كله، واللي عشان كده خد واحدة من أهم الجوائز العالمية وهي جائزة بريتسكر، الجائزة اللي نقدر نقول عليها حاجة كده شبه نوبل بس في العمارة. المعماري ده هو فرانسيس كيري من بوركينا فاسو، أول معماري أفريقي ياخد جائزة بريتسكر. إيه هي الجائزة دي ومين المعماري ده وعمل إيه علشان ياخدها؟ هو ده اللي هنتكلم عنه النهاردة. بس طبعا في الاول لو انت اول مره تشوفنا ومهتم بالعماره والفنون عموما، انزل بسرعه واعمل سبسكرايب للقناه، ولو الحلقه عجبتك ما تنساش طبعا اللايك والشير. واهلا بيكم في حلقه جديده من حكايه معماري، انا احمد علي، ويلا بينا نبتدي الحكايه. خلونا في الأول نعرف إيه هي جائزة بريتسكر. دي جائزة معمارية بتمنح سنوياً لواحد من المعماريين اللي أثروا بشكل كبير في مجال العمارة في العالم، يعني كنوع من التكريم عن فكره وعن أعماله، وبتكون عبارة عن ميدالية ومعاها قيمة مادية تقريباً 100,000 دولار. مبلغ مش كبير، بس طبعاً قيمة الجائزة مش في الفلوس خالص، لأن زي ما قلتلكوا الجائزة دي ناس كتير جداً بتعتبرها جائزة نوبل بس في العمارة، علشان كده بتكون حلم لكل معماري في العالم إنه ياخدها، زي كده ما صناع الأفلام كلهم بيحلموا إنهم ياخدوا أوسكار. ومن أهم المعماريين اللي خدوها فرانك جيري اللي صمم متحف جوجنهايم بالباو، والمعماري الفرنسي جان نوفال اللي صمم متحف اللوفر أبو ظبي، وطبعا المهندسة المعمارية العظيمة زها حديد، وريم كولاس ونورمان فوستر وناس تانية كتير. بس طبعا أهم واحد خدها هو بطل حكايتنا النهاردة، المعماري البوركيني فرانسيس كيري، لأنه أول معماري أفريقي ياخد الجائزة. إيه بقى حكاية فرانسيس كيري؟ تعالوا اقول لكم. كيري اتولد في بوركينا فاسو في مدينه صغيره اسمها جاندو، مدينه فقيره جدا محدش في العالم يعرف عنها حاجه، بتفتقر لابسط مقومات الحياه لدرجه ان ما بيوصلهاش ميه ولا حتى فيها كهرباء، وتقريبا كل الناس اللي عايشين فيها ما بيعرفوش يقروا ولا يكتبوا، وكل مبانيهم مبنيه من الطين وما فيهاش اي مدارس ولا مستشفيات. كيري كان ابن زعيم القبيله، وتقريبا كان هو اول واحد يتعلم في المدينه، علشان كده ساب القريه بتاعته وهو عنده 7 سنين وراح لمدينه ثانيه علشان يدرس فيها، وقضى فترة تعليمه كلها بعيد عن أهله لأن طبعا مفيش أي مدارس في المدينة اللي هو عايش فيها، يدوب بس كان بيروح يزورهم في الأجازات، ودي كانت من أكتر الحاجات اللي أثرت فيه بعد كده وهتعرفوا ليه. المدرسة اللي كان فيها كيري على حد وصفه، الفصول بتاعتها كانت زحمة جدا وضلمة وما كانش فيها تهوية طبيعية، وده كان بيقلل قدرة الطلبة على التركيز، وده برضو أثر جدا في تصميماته المعمارية بعد كده. كيري خلص المراحل الأولى في تعليمه وخد منحة وسافر لأوروبا وتحديدا في برلين علشان يكمل دراسته هناك. درس هناك النجارة الفترة، وبعد كده التحق بالجامعة التقنية في برلين علشان يبدأ رحلته مع العمارة، وفي الجامعة عرف يعني ايه هندسة معمارية وقد ايه المجال ده قادر انه يغير حياة الشعوب ويخليها احسن، علشان كده قرر انه يطبق ده في قريته، واول حاجة فكر فيها هي انه لازم يبني فيها مدرسة علشان الاطفال الصغيرين ما يعانوش نفس المعاناة اللي كان بيعانيها هو وهو صغير، ويضطروا انهم يسيبوا اهلهم ويسافروا لمدينة تانية علشان يتعلموا زي ما حصل معاه. علشان كده استخدم الكاريزما بتاعته واساليبه في الإقناع في إنه يجمع تبرعات علشان يبني أول مدرسة في جاندو، وبالرغم إن الموضوع كان صعب جدا إنه يقنع الناس إنها تتبرع علشان يبني مدرسة في بوركينا فاسو، بس في النهاية نجح في ده، وهنا بقى كانت العبقرية. كان سهل جدا وهو معاه الفلوس دي إنه يجيب أغلى الخامات المستوردة ويبني بيها أجمل مدرسة أو أكبر مدرسة ولا أكتر مدرسة متطورة علشان يتباهى بيها قدام شعبه، وهو ده فعلا اللي كانوا هم مستنيينه، بس ده ما حصلش لإنه قرر إنه يبني المدرسة دي من الطين، أكتر مادة متوفرة في بلده وفي نفس الوقت الناس هناك بتعرف تبني بيها. ولما عرض عليهم الفكرة الناس هناك استغربت جدا، اللي هو انت مسافر بره وشفت التكنولوجيا اللي في اوروبا، ولما تيجي تبني مدرسة عندنا تبنيها برضه من الطين اللي ما بيستحملش المطر وليه مشاكل كتير جدا. بس كيري قدر يقنعهم انه هيعمل بعض المعالجات في الطين علشان يحسن من جودته، وانه هيبني لهم مباني افضل بكتير من المباني بتاعت اوروبا، وده حصل فعلا، وقدر كيري انه يعمل خليط معين من الطين والاسمنت ويكون منها قوالب طوب بتعزل الحرارة بشكل كويس جدا وكمان بتستحمل المطر، وبنى بيها المدرسة بمساعدة كل فرد في القرية. كل الناس كانت بتشتغل لان هدف كيري مش انه يبني المدرسة، لا، هدفه انه يعلم الناس ازاي تبني بالطريقة الجديدة، لان هي دي الطريقة الوحيدة اللي هيقدر يغير بيها فكر المجتمع. الناس لما تتعلم هتفضل تبني بنفس الطريقة وتطبق نفس الافكار حتى لو هو مش موجود، الفكرة هيفضل مكمل، وهي دي العظمة في الموضوع. تصميم كيري للمدرسة كان رائع، مبنى بسيط من دور واحد
واحد مبني كله من الطين علشان يعزل الحرارة بشكل كويس. في شبابيك كتير علشان تدخل إضاءة وتحقق تهوية طبيعية جوه الفصول. المشكلة اللي كان بيعاني منها زمان وهو صغير فاكرين، كمان عمل السقف بتاعها من الطين وعمل فوقيه سقف تاني من المعدن علشان يحجب الشمس عن المبنى، وبين السقفين كان في مساحة قادرة انها تحرك الهواء جواها، فالهواء السخن يخرج من فتحات هو عاملها في السقف ويدخل مكانها هواء بارد من الشبابيك، وبالشكل ده يضمن ان في تهوية طبيعية طول الوقت جوه الفصول. المعالجات البسيطة دي قدرت انها تقلل درجة الحرارة جوه المبنى 10 درجات كاملين عن درجة الحرارة في الشارع من غير اي تكييفات. متخيلين التصميم لوحده قدر يعمل ايه؟ والموضوع ما وقفش عند كده وبس، لا ده كمان طور من طريقة البناء، وبدل ما يعمل بلوكات من الطين بتاخد وقت طويل قرر انه يصبه زي الخرسانة علشان التماسك بتاعه يكون اعلى ويزود في كفاءته في العزل، وكمان استخدم الاواني الفخارية اللي بتتصنع في القرية بتاعته وقطعها بشكل معين علشان يحطها في السقف بحيث تدخل اضاءة طبيعية من فوق وفي نفس الوقت تحقق تهوية للمكان، ونفذ ده في مبنى المكتبة اللي بناه بعد كده في المدرسة. وكمان هنلاقيه استخدم اعواد الخشب علشان تكون واجهة للمباني بحيث تقلل اشعة الشمس اللي بتدخل وتوفر الظل المطلوب. بجد تحفة معمارية. وبسبب المدرسة دي فاز كيري بجائزة الاغاخان في العمارة، ودي برضو جائزة مهمة جدا، وبعدها بدأ يتشهر في اوروبا وياخد مشاريع اكتر لانهم كانوا معجبين جدا بفكره وطريقة تنفيذه للمباني اللي بيصممها، وبدأ يشارك في المعارض العالمية اللي بتتعمل في اوروبا وامريكا. ومن اهم المشاريع اللي عملها كان جناح في معرض سيربنتاين في بريطانيا، المعرض اللي بيشارك فيه أعظم المعماريين في العالم، وكيري كان أول معماري أفريقي ياخد الفرصة دي ويصمم هو جناح المعرض، وطبعا صمم جناح مبهر على شكل مظلة بيضاوية كبيرة، والفكرة اللي كان عايز يوصلها في التصميم إنه كان عايز الجناح يؤدي نفس وظيفة الشجرة في بلده اللي كان بيتجمع تحتيها الناس علشان تحميهم من الشمس، في نفس الوقت يتناقشوا في شؤون القرية والأمور المهمة، فكان بالنسبة له الجناح هيقوم بنفس الدور، بس لندن مكان مختلف مفيش فيها شمس علشان الناس تهرب منها، الناس عادة هناك بتهرب من المطر، علشان كده غطى المظلة بتاعته كلها بجلد شفاف بحيث تسمح بدخول الضوء وفي نفس الوقت تجمع مية المطر، وبكده التندة تقوم بوظيفتها. كمان عمل تحت المظلة مجموعة حوائط منحنية معمولة من تعشيقات الخشب، لو بصينا عليها من بعيد هتحس ان هي شبه اللبس اللي كان بيلبسه اهل قريته في الاحتفالات، وده علشان يربط بين التصميم والثقافة اللي هو جاي منها. والتصميم ده عمل طفرة في الوسط المعماري في وقتها من كتر ما هو جميل وبسيط، علشان كده كرر نفس فكرة الشجرة دي في مبنى البرلمان في بنين علشان يوصل نفس الرسالة، وان الناس بتتجمع كلها في المكان ده علشان تناقش امور العامة، نفس وظيفة الشجرة في قريته. الافكار اللي كان بيحاول يوصلها كيري كان هي حجر الاساس بالنسبة للعمارة في الدول الفقيرة في افريقيا وغيرها، مش لازم خالص يكون عندنا امكانيات علشان نبني عمارة جميلة ومستدامة، والتكنولوجيا عمرها ما كانت المحرك الاساسي للابداع المعماري، والدليل على ده ان اعظم المباني المعمارية في العالم عندنا في مصر مثلا مبنية من اكتر من 5000 سنة ولسه موجودة لغاية النهاردة بحالتها وكلنا بنفتخر بيها. وعصر التكنولوجيا اللي احنا عايشين فيه دلوقتي مش دايم والعالم كله عارف كده، علشان كده بدأنا نتكلم عن الاستدامة والحفاظ على الطبيعة علشان نقدر نحافظ على الكوكب ونسيطر على التغير المناخي، وبقى في مؤتمرات بتتعمل كل يوم ومعارض، كل ده علشان يقنعوا الناس بالفكر المستدام لان هو ده المستقبل. علشان كده السنة دي لما فكروا يكرموا معماري علشان ياخد جايزة بريتسكر ما كانش فيه احسن من رائد الفكر المستدام في العالم دلوقتي وهو فرانسيس كيري، واللي اللجنة صرحت وهي بتديله الجايزة انه مش مجرد معماري، لا ده كان بمثابة منارة فريدة للهندسة المعمارية في العالم كله، لانه مش بس كان بيبني مشاريع متميزة، لا ده كان بيغير فكر مجتمع كامل وبيعلمهم ازاي يبنوا مباني مستدامة. علشان كده هو حاليا بيدرس الفكر ده في اعظم الجامعات في العالم زي هارفارد وغيرها علشان ينقل فكره ده لطلبة العمارة. وطبعا ما ينفعش اقفل الحلقة من غير ما افكركم بمعماري مصري كان بيطبق نفس الفكر ده في الخمسينات، وهو معماري الفقراء حسن فتحي، الراجل اللي قدم لنا نماذج معمارية بتناسب البيئة والمجتمع اللي احنا عايشين فيه وبرضه باقل تكلفة ممكنة، واللي بالنسبة لي كان واحد من اعظم المعماريين في العالم، واللي اتكلمنا عنه وعن اعماله في حلقة كاملة لو لسه ما شفتوهاش هسيب لكم اللينك هنا. رحم الله شيخ المعماريين حسن فتحي. بس كده خلصت حلقتنا النهاردة، لو الحلقة عجبتك ما تنساش اللايك والشير وتدوس على زرار الجرس علشان توصلك نوتيفيكيشن اول ما نزل حلقة جديدة، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة وحكاية جديدة من حكاية معماري.